شوفوا هذه البصله هذه حاليا لاحظنا عده مرات يمكننا نستعملوها فوق الدمالة، الى شويناها تتخرج العفن اللي كاين من اللقيح اللي كاين في الجلد. فالوليدات ملي تيدخلوا من الماء في ودنيهم تنشوي البصله قشره وحده شويه من برا تديرها فوق الاذن ربع ساعه يمكننا نخويو داك الماء الزائد، وهكذا يمكننا نتخلصوا في كثير من المشاكل. حقا تبارك الله عليكم تعلمتوا دابا تستعملوا البصله، فهذه البصله هذه ملي تنقشروها تكون حمراء تكون افضل، كانت منه اخر لا باس. ملي تنستعملوها عصير عن طريق لا سونتريفيجو تتسهل في الاستعمال، اما تنغليو الماء تنديروها مع الماء مزيان، مثلا تنستعملوا ماء مغلى وتنخلطوا جوج معلقات كبار ديال العصير وتنخلطوه مع معلقه العسل مزيان وتنشربوها في الحين. علاش؟ من البصل تيتعصب فبلاصه خصو يستعمل. الا خليتيه ساعه تبدا تيكحل، والبصل ديما ملي تنحطوه في المكان اللي فيه المرض في البرد نزلات الزكام او في لي زوبيتو لقينا على راس انه ايبياج العفن تاع لوبيتال، فيروسات ميكروبات، وهكذا تيمكننا عوض ما نعصروه ونخليوه حنا نعسلو نستعملو في الحين في ربع ساعة الأولى، ولا احتاجينا نعاودو نعصرو نقشرو من جدا وجد البصلة. فتناخدو هاد العصير تكونو غلينا الماء وتنستعملوه جوج معلقات كبار مزيان، وتنتكبو الماء مغلي وتنحركوه مزيان، وتنزيدو العسل. أنا عندي عسل الزكوم مزيان، هذا ديال الاستعمال، هذا ديال التخصص ديالنا ديال اختيارنا ديال النحل اللي حنايا تنشرفوا عن طريق فريق عمل، ولقينا راسنا على انه الماء بصل من جهه او ماء بصل وعسل مزيان يمكننا نستعملوه بطريقه ميسره. هنا لقينا انه الماء والبصل كل ما تستعملوه بالطريقه الصحيحه يمكن نحققوا النجاحات. كاينين الناس اللي عندهم دق تنفس هذا اسلوب هائل، اللي عندهم حشر في الكلوي اسلوب متميز، اللي عندهم لي كيست لي بوليكيستوز. انا مازال ما فهمت كاين شي ناس تيمشيو مع الاشاعات عندهم بوليكيستوز وتعطيهم ماء بصل وعسل، وعطينا مرأة القى العسل، عسل الزكوم عندي هنايا، وهنا يمكننا نتغلبوا على هذا النوع من لي كيست في الكلوي بطريقه مباشره متميزه. ولكن كاين الناس مازال ما بغاوش يفهموا ان التجربه سيده المواقف، ماشي تنقرا لا كونستيتيسيون بوتاسيون طالع عندك راه عندي كذا وعندي كذا وتنشوف غير التحاليب ما تنشوف الميدان الجانب الميداني. بحال دابا عندنا المعدنوس عطى نتائج في الفشل الكلوي، الناس كلها طالع فيه بوتاسيون ما ناخذوش، ولكن واش شتي على انه تنقي الدوره الدمويه تبني كلوه جديده تقوي المناعه، وهكذا يمكننا حسن الاستعمال نحصدوا النتائج المطلوبه. اذا صحبي الطيبين اليوم بغينا نتكلموا على شيء الناس يعانيوا منه. علاش؟ هو الاخطاء ديال الماكله في الزنقه، اخطاء تاع ماكله الزربه، اخطاء تاع ماكله المقلي، اخطاء تاع المعلبات، بالاضافه الى اخطاء ديال تناكلوا الفواكه فوق الغداء وفوق الطاجين وتناكل ماكله الليل. شنو هذا المشكل اللي كيسببوا هذه الاخطاء هذه؟ كونوا على يقين ما يسمى بالقرحه المعده، اللي هي تتبدا اولا التهاب تاع الميكوز غاستريك، وهذا الالتهاب تاع الغلاف الداخلي تاع المعده بالاضافه الى افرازات الاحماض الكثيره، وغالبا تيكون ذاك الهيليكوباكتيري الناس ولاو تيخافوا منه. انا ما تنخافش منه، وعطيت الناس طرق باش يعالجوه بسهوله. غادي ندير لكم حلقه خاصه بالهيليكوباكتير ما تخافوش منها، بين حبوبتي والمرجان ويسينقي ماكلتو الهيليكوباكتير تيتعالج واحد الامان خارق جدا، وغادي نتكلموا عليه كثير، وغتلقاو دي فيديو مهمين في هذا الاتجاه اللي غادي نوركم الطريق ديالكم بقاش تحلو. هذه الهيليكوباكتير تتشد داك الجرحه في المعده تبدا تتنخر، وهي تتنخر وتنزيدو نعيشوا المشكل تاع لوسيغ ديستوما او قرحه المعده، وخصنا نتعلموا نتغلبوا عليها. اذا قرحه المعده عقلوا القاعده الاساس، ملي تكون عضو مريض اول شيء خصو يرتاح، وكان ريحوا المعده ما ناكلوش بالعكس. اول اساسيه اللي نتعلموا ان نستعملوا ناخذوا الماء مغلي ننقيوه. علاش؟ باش نريحوا لا ميكوز وننشطوها ونحاولوا نهيئوا ارضيه. علاش؟ باش ملي تبغي تبني من جديد هاد لا ميكوز غاستريك
انه هذا الغلاف الداخلي تاع المعده خصنا نسهلوا له الطريق. حنا عندنا 3 شهور تنقدروا نبنيوا الغلاف الداخلي، يعني انه نجريوا على القديم والجروح كلها اللي تتكون كلها تمشي مع القديم، حيث الغلاف الداخلي تاع المعده تتجدد ممكن 2 مرات في الشهر، ممكن 3 مرات في الشهر. هادشي غادي نعاودوا نقادوه ونعطيكم لو بلان او الجدول كيف الخلايا الجسم تتجدد. مساله ثانيه، ملي تناخذوا الماء مغلي وتنقيو وتندفعوا الى اعاده بناء الغلاف الداخلي، كنتعلموا ناخذوا كاس كبير تاع الماء مغلي مع العسل معلقه كبيره، وممكن معاه طلع النخيل نص معلقه صغيره. هاد الكاس هذا تناخذوه مع 6 صباح ومع 8 صباح ومع 10 مع 12 ونص، تنبعدوا من الاكل 100%. وفي العشيه عاود تنطلقوا مع 3 5 7 9 و 10 ونص الليل. من غير هادشي ممنوع. فقلوب ديال الثوم باش نساعدوا على عمليه الامتصاص وقريص النحل. عندي 3 شهور تنطلعوا غلاف جديد. مزيان؟ وهكذا تنحسوا براسنا على انه ملي تنقدروا نبنيو غلاف داخلي تاع المعده، تنقدروا نطلعوا معده جديده بدون قرحه، بدون التهابات، بدون عياءات، وهكذا تنقدروا نتغلبوا على القرحه بطريقه ذكيه بدون مشاكل. حقات تقول لي كاين الحموضه، الماء المغلي تيحيد الحموضه، بطاطا خضراء تحيد الحموضه، يمكن نشدوا المعد بجوج معلقات كبار ونعصروا تفاح او رمان وتنطحنوا معه وتتعلموا نشربوا عده مرات في اليوم. وهكذا تنحسوا براسنا على انه مشكل تاع قرحه المعده، حموضه المعده، التهاب المعده، انغاستريت، هذه كل اشياء مضى عليها الزمان، لان العلم بين التغذيه الصحيحه وبطريقه صحيحه والمقادير الصحيحه. اما ليليكوباكتير خصها دي زونتيبيوتيك 30 عام ونبقى مريض بها ونزق واحد في السرطانات والنتائج الناتجه على هذا الامر، هذه كلها اخطاء مضى عليها الزمان. علم التغذيه عميق متميز، خذوا لي بلون دو ترافي غتشوفوا على انكم كل شيء ممكن تغلبوا عليه. ففكره اللي ما نتكلمش عليها لو بدات تكون عندكم. زيت الزيتون ديما متى تاخذوا الى تعصرتيه في البريسون زافروا تتلقى ذاك الكحل اللي تيكون لتحت تيتسمى التخت، الى ايدروفوب، واخا هذا هو غالبا تيبقى في الزيت وتينزل من الزيت. ولكن كاين واحد المرجان لا مارجين الماء كحل ديال الزيتونه حتى هو تيكون 40% في الزيتونه. هذا خديتيه او خديتيه هذا التخت جيلاتيني، خديتيه هذا او خديتيه هذا 100 غرام في النهار، كونوا على يقين خذوا قبل الماكله او مع الماكله او بعد الماكله 100 غرام حتى 200 غرام في النهار، قسموها الى 5-7 المرات في النهار. هذا بوحدو كافي نباتي 100%. وتاخذوا هذا التخت او هذا المرجان 3 شهور، معده تطلع جديده بين القرحه والحرقه ولي غاز اي لي بالونمون، ولي ساق 100% تيبرى بدون مشاكل. وهذا هو العلاج ديال الكوباكتير اللي كنا بدينا بدايه وغادي نعمقوا الكلام عليه. كونوا على يقين، لا امراض مستعصيه مع الطبيعي، انتم اسياد والطبيعي موجود، فلا امراض مستعصيه. مره طرحنا نقط عمليه، ما تبغيش نكثر عليكم من الوصفات ومن الكلام، فقط بغيتكم تكونوا عمليين في اطار الموجود اللي هو لاكسيسيبل، داك الشيء اللي عندكم في داركم، ولو ديسبونيبل اللي هو الميسر اللي تتعرفوا انه بحال البصله بحال الزيت، هادشي اللي موجود في السوق، موجود في السوق تاع البلد اللي انتم فيها. كذلك انه الشيء اللي مالوف ابيتويال باش حتى لي دوز والمقادير تكون ميسره. فتصوروا انه دابا من الاحصائيات تتبع لانه الشقيق كثرت، وكثرت لعده عوامل. اولا استعمال الطريقه في التغذيه الغير صحيحه، الطريقه في النوم الغير صحيحه، حتى الجو تاع البيت والجو ديال المنطقه اللي احنا فيها تتلقى الغموليه وتتلقى الشمس ما كايناش كفايه، الانسان تعيش القلق والتوتر، حتى طريقه التواصل وطريقه العيش وطريقه التنقلات فيها لو ستريس وفيها القلق والتوتر، هذه كل اشياء تزيد من 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 المشكل. وغالبا الشقيقه احنا تلقاها بزاف الناس اللي تعيشوا في لي كوغوندير بحال الصويره، او تعيشوا في الجو ديال التدريس والتواصل مع التلاميذ اللي فيها الغوات والصراخ وكذا. فهذا النوع من 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 المشاكل اللي هي الشقيقه كاين عنده 30 سنه، واستطعنا عن طريق هذا الاسلوب العلاجي اللي غنتكلموا عليه اليوم انه تغلبوا عليه في واحد في الفتره ديال اقل من 3 اشهر، ونجحنا اكثر من 90%. بدليل الطريقه هذه اللي تنتكلموا بها، انتبهوا له انتباه عقله بالنسبه للمشاكل ديال الشقيقه، هو تغليوا الماء
مزيان غليو الماء، تاخذوا شي اون كاسرول ولا اينوكس ولا بالنحاس، وتاخذوا وتغليو الماء وديروا شويه ديال اليزير، حفنه ديال اليزير، واخا يكون اوراق ماشي مشكل، او تاخذوا شويه الخزامه، او تاخذوا شويه ديال الزعتر، او تاخذوا شويه ديال الشيح مزيان، وتدمي تغليو الماء تديروا فوطة على وجهكم باش ما يضركمش البرد، وتشموا داك الشيء لفتره ديال بين دقيقه الى خمس دقائق، وهنايا والعافيه شاعله بالطبع، والماء تيغلي، وهنا تتحسوا بهذا الاسلوب ملي تكملوا ترتاحوا انكم يضركم بالبرد. عندي هذا الاسلوب هذا ديال هذا البخار تاع الماء عن طريق هذه الاعشاب اللي تكلمنا عليها. كثير من الناس بتستعمل ثلاثه مرات في النهار، ممكن تصليوا الفجر وديروها باش تكاو شي شويه ترتاحوا، وتستعملوها من بعد ما تدخلوا للدار من بعد باش مع صلاه الظهر، او من تدخلوا في العشيه للدار مع الخمسه ست مع السبعه العشيه، او ملي تجيو تناسوا بين جوج حتى خمسه المرات في النهار، وتستعملوه هذا الاسلوب هذا ديال البخار ديال الاعشاب الطبيعيه، عطى نتائج كبيره ليس فقط في الشقيقه للناس اقل من 3 شهور ضبطات، حتى في الناس اللي كان عندهم لا سينوزيت، العفن اللي كان فيها في النيف، هاد لي زونكومبرومون وهاد التعفنات اللي كاينه في هاد لي فوس ماكسيلير او في لي فاس فرون او في هاد لي فوس فرونتال، استطعنا على ان نتغلبوا عليهم بواحد الشكل كبير. هذا البخار، وهذا الماء ديال البخار ملي تيدفى، حنا مثلا الوحوش اما تنديروا حمام للرجلين بالطبع غادي نشوفوا من بعد، واما تنغسلوا به يدينا ونغسلوا به الاماكن تاع الجسم، فهو ماده طبيعيه مفيده جدا. ثانيا البخار هذا ديال اعشاب طبيعيه، ثانيا تنديروا الثومه مشويه قويلب، عقلوا الثومه مشويه قويلب حاليا عطت نتائج هائله متميزه، لدرجه كاينين الناس عن طريق الثوم مشويه قويلب الخصوبه ديال الوالده رجعات، اذا انتما تديروها في المخرج من اللور، وكثير الناس خصوبه الوالده رجعات، بدليل انه القنوات الدمويه اللي كاينه في الرحم ما تكونش نشطه، حنا تنشطوها وتنخفوا عليها كثير من العياءات، وتتكون دورها نشطه في امان الله وحفظنا. انتما شويه قويلب تنديروها مثلا بعد ما تندخلوا الدار مع داك السبعه العشيه مثلا، وفي الليل ملي يجيو الناس، وبغينا تنديروها حتى في الصباح مع داك الثمانيه قبل النساء ما يخرج للعمل، فهي مفيده نديروا غير نصيص وتعطي نشاط للدوره الدمويه بشكل كبير متميز. ثالثا تنستعملوا زيت الزيتون اللي فيها الثومه مرقده، اترود زيت العود تكون معصره بلا ملحه، هذه الفتره في هذه الفتره ديال اكتوبر سيروا خذوا زيتونه، خذوا طون، خذوا جوج طون، سيروا مع العائله وطحنوا، خذوا الزيت وخذوا حتى المرجان، واخا اذا فالزيت زيت الزيتون تناخذوا ايترو تنلوحوا فيه الثومه 100 غرام وتنخليوه ثلاث ايام حتى الاسبوعين ثلاث اسابيع، تبدا تنقطروها في النيف من تنجيو الناس، وتندهنوها على الجبهه ديالنا مزيان، وكذلك انه تنشربوا ثلاثه المعالقات على الريق في الصباح الباكر ساعتين قبل الفطور ملي تنصليو الفجر، وفي الليل تنجيو الناس. هذا اسلوب عطى نتائج متميزه، اذا تصوروا زيت الزيتون فيها الثومه مرقده، تقطيرها شراب ودهن جوج ثلاثه المرات في النهار، كذلك زيت الزيتون على الريق مع الخمسه الصباح، وتناخذوا قويلب ديال الثومه مع البخار ديال اليزير، هادو 90% ديال العلاج ديال الشقيقه في 3 شهور يمكن نضبطوه. تنساعدوا بمسالتين، قريصه النحل في النيف وجوج جهه الودنين جهه اللحيه، هاد الاماكن هنا، ثم تنديروا واحد ثلاثه اللور مزيان، وتنديروا شي حاجه بين الكتفين واحد ثلاثه خمسه وجهه الامعاء والمصارن. هاد الاسلوب هذا ديال خمسه سبعه النحلات في النهار تنديروهم لمده ديال 3 شهور نهاريا، نهار لا تنقرصوا، وحجامه مره في الشهر اللي ما عندوش فقر الدم، اللي ما عندوش اللي عنده طونسيون مزيانه، يكون عنده فوق 25 سنه، عند تنديروا نقطتين هنا ورا الراس ورا الودنين جوج، وحيده في العمود الفقري في السيكات سيسان، وتنديروا جوج ديال القلب وجوج لتحت، خص خمسه حتى سبعه النقاط ديال الحجامه، يكون واحد متخصص، ما تكونش عنده امراض مستعصيه سولو واش عنده تيبركيلوز، واش عنده ليباتيت، واش عنده امراض مستعصيه، واش مروح ذاك النهار، اذا دي كل امراض خصها تكون متجنبه، عند اللي تيحجم للحجام اللي غادي دير عنده حجامه، خصها ما تكونش عنده امراض مستعصيه، وتكون عنده تجربه والادوات تكون معقمه تكون نقيه ديال واحد ملي تكمل تلوحوها مزيان، وهكذا تنديروا حجامه في المستوى. اذا الحجامه قريص النحل هادو مهمين، ثم قويلب ديال الثوم، زيت الزيتون فيها الثومه، بخار ديال الاعشاب
يزير او زعتر او خزامه وتندير التنفيحه ديال السكين جبير عند الاستعجام تكونوا في الفصل او ملي تنكونوا عند الناس ما تنقدروش نديروا ذاك البخار، هذا كل اشياء تتحل المشكل ديال